وخلال المائدة المستديرة مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، شدد وزير الخارجية على أن مصر قد حرصت على فتح معبر رفح البري بشكل دائم منذ اليوم الأول من التصعيد في غزة. وأشار الشكري إلى أن اصطفاف الشاحنات عند المعبر يرجع إلى تأخر التصريحات التي يجب أن تحصل عليها للدخول، وليس بسبب عدم قدرة المعبر على استيعاب أعدادها. نحن نود أن نفتح بالطبع كل نقاط الدخول لغزة للاستفادة منها في تقديم المساعدات الإنسانية، ولكن يبدو أن هذا غير عملي في هذه المرحلة، أو أن إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة من خلال تلك المعابر. بالنسبة لمعبر رفح، معبر رفح مفتوح منذ اليوم الأول، على الرغم من حقيقة أنه لم يتمكن من العمل لمدة يومين لأنه تم قصفه، ولكن بمجرد أن وضعنا الآليات بمساعدة الشركاء الأمريكيين، فهذا المعبر أصبح مفتوح بشكل دائم، وهو مستعد للعمل على أساس 24 ساعة في اليوم. حتى إذا كنا نعتمد على معبر رفح فقط، فإننا يمكننا أن نزيد بزيادة ملحوظة حجم المساعدات الإنسانية. بالطبع معبر رفح لم يتم تصميمه بشكل أساسي كي يكون معبر للسلع والبضائع، هو معبر للأفراد، ولكن لقد خدم حتى الآن بشكل جيد على مدار تلك الفترة في تقديم المساعدات الإنسانية، ونحن مستعدون لفتحه على أساس 24 ساعة. الشاحنات مصطفى للدخول إلى غزة، ليس بسبب عدم قدرة المعبر على دخول هذه الشاحنات، ولكن ما يؤخرنا هي التصريحات التي يجب أن تحصل عليها تلك الشاحنات للدخول. والوضع يتطلب الآن أن كل المعابر، بالطبع هناك 6 معابر يجب أن يتم استخدامها لكي تقدم المساعدة. قبل هذا الصراع كان هناك 500 شاحنة تدخل غزة بشكل يومي، وفي ظل هذه الظروف وتآكل أيا كان الاحتياطي والمخزوم الذي كان موجود في غزة، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، فمستوى 100 شاحنة أو 200 شاحنة تدخل غير كافية لتلبية احتياجات 2.3 مليون شخص.